للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية السيد النائب المحترم عبد الله بوانو. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السيد الرئيس، السيدات السادة النواب، أولا السيد الوزير كنشكرك على الإشراك اللي كان في المرسوم، وطبعا هذه خصلة مهمة. بالمناسبة راه كاين المرسوم ديال 97 وكاين ديال 2007 وكاين 2013 وكاين زاد 2017 واحد التعديل ودابا ديال 2001 ديال 2023، لكن كلهم كانوا صفقات. أنا كنشكرك على الإشراك، ولكن كاينه بعض الإشكالات، ونحن سنصوتوا بالإيجاب من الأول، كنقولها غنصوتوا عليه بالإيجاب. ما حضرناش يوم الجمعة لأسباب تتعلق بالبرمجة فقط، ما عندنا علاقة بالبرمجة. الموضوع يتعلق بالحكامة. في المجلس الحكومي ديال 29 ديسمبر خرج بلاغ كيقول فقرة جوج، فقرة 6 صفحة جوج: بعد ذلك تداوم مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون 54/22. هذا اللي احنا اليوم فيه. لكن في نفس الصفحة كيقول في الفقرة 10: وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في نفس الجلسة. القانون يحيل على المرسوم. إذا خرجتوا المرسوم تداولتوا فيه وخرجتوه وعاد غنجيبوا القانون باش نقولوا راه يحيل على 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 النص، هذا إشكال. ولذلك ما مدى دستورية هذاك المجلس الحكومي في علاقته بهذا النصين؟ خليه يدوز القانون والمرسوم يخليه من بعد. ودابا اقترح عليكم ان لا تخرجوه قبل النص، على الاقل خليه المرسوم تيخرج القانون وعاد خرجوه. هذه نصيحه من البرلمان، من المعارضه. حتى المداخله ديالكم سيد الوزير كلها كانت حول المرسوم. احنا عندنا اشكال، اذا كان المرسوم عنده هذه الاهميه يجي يولي هو قانون. واللي هو قانون، علاش يولي هو قانون؟ لأن الفصل 36 الفقرة الثانية اش كتقول؟ من الدستور اش كتقول؟ على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون، للقانون ماشي لل الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارة والهيئات العمومية، الوقاية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه المخالفات. إذا طبقا للقانون، فلذلك كاين إشكال. وهذا المرسوم مزيان انكم تجيبوه يولي قانون، والا ممكن اننا نجيبوه في اطار مقترح قانون ونمشيو طبقا للفصل 79 من الدستور نمشيو للمحكمه الدستوريه. هناك جوج الاشكالات، اذا هذه الاشكالات الدستوريه ومدى قانونيه المرسوم بالصفقات العموميه. عندي جوج الاقتراحات اذا جا في الاخير اذا سمحتوا. دابا هذا المرسوم مهم جدا بالنسبه للشفافيه والحكامه والتخليق الى غير ذلك. انا بغيت غير دير واحد جوج دراسات. الدراسه الاولى هو حول الصفقات الملغات. كندوزو السنة صفقات بالملايير كنجي في الاخر وكتلغى. والدراسة الثانية ديروها لنا على الصفقات اللي فيها عدد ديال الملحقات. كنديروا الصفقة وكنديروا الملحق الاول والملحق الثاني والملحق الثالث وحنا غاديين. ديروا لنا جوج دراسة نعرفوا على الاقل فين حنا غاديين. شكرا. شكرا لكم ايضا سيد نائب المحترم.